هكذا تمسك الملعقة الملعقة الملعقة، هكذا تمسك الملعقة، تمسك تمسك تمسك. هكذا تأكل الطعام الطعام الطعام، هكذا تأكل الطعام، تأكل تأكل تأكل. هكذا تمضغ الطعام الطعام الطعام، هكذا تمضغ الطعام، تمضغ تمضغ تمضغ. هكذا تأكل الخضار الخضار الخضار، هكذا تأكل الخضار، يم يم يم. هكذا تبلع الطعام الطعام الطعام، هكذا تبلع الطعام، تبلع تبلع تبلع. هكذا تشرب الشراب الشراب الشراب، هكذا تشرب الشراب، تشرب تشرب تشرب. هكذا تملأ بطنك تملأ بطنك تملأ بطنك، هكذا تملأ بطنك، يم يم يم. لك كيفية الاستمتاع بوجبتك. هذه طريقة مضغ الطعام، لذيذ لذيذ لذيذ، امضغ طعامك جيدا، لذيذ لذيذ لذيذ. مضغ هنا ومضغ هناك، هنا يمضغ هناك، يمضغ في كل مكان يمضغ. هذه طريقة مضغ الطعام، لذيذ لذيذ لذيذ. هذه طريقة مسك الملعقة، لذيذ لذيذ لذيذ، اغرف بيها طعامك، لذيذ لذيذ لذيذ. ملعقة هنا ملعقة هناك، هنا ملعقة هناك ملعقة، في كل مكان ملعقة. هذه طريقة مسك الملعقة، لذيذ لذيذ لذيذ. طريقة قدم الطعام، لذيذ لذيذ لذيذ، اكتم طعامك جيدا، لذيذ لذيذ لذيذ. قدم هنا قدم هناك، هنا قدم هناك، قدم في كل مكان قدم. هذه طريقة قدم الطعام، لذيذ لذيذ لذيذ. هذه طريقة شرب شرابك، لذيذ لذيذ لذيذ، اشرب شرابك انه لذيذ، لذيذ لذيذ لذيذ. اشرب هنا اشرب هناك، هنا اشرب هناك، اشرب في كل مكان اشرب. هذه طريقة شرب شرابك، لذيذ لذيذ لذيذ. هذه طريقة أكل الخضار، لذيذ لذيذ لذيذ. الخضار
مضغة هناك هنا مضغة هناك مضغة في كل مكان مضغة هذه طريقة أكل الخضار لذيذ 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 هذه طريقة ملئ المعدة لذيذ 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 ممتع مع أبي وأمي لذيذ 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 هنا ولذيذ هناك هنا لذيذ هناك لذيذ في كل مكان لذيذ هذه طريقة ملئ المعدة لذيذ 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 لم يكن ذلك رائعاً؟ أراكم مرة أخرى مع بوب القطار. الصيف حر جدا سأخبركم شيئا يا أطفال اغمضوا أعينكم وانظروا لدينا مثلجا الصيف حر جدا سأخبركم شيئا يا أطفال اغمضوا أعينكم وانظروا لدينا مثلجا المثلجات رائعة في الجو الحار المزعج كلها لذيذة طعمها جميل في الصيف المثلجات رائعة في الجو الحار المزعج كلها لذيذة طعمها جميل في الصيف في الشاطئ قد لعبنا والآن قد أتى المساء اغمضوا أعينكم وانظروا المثلجات مرحى في الشاطئ قد لعبنا والآن قد أتى المساء اغمضوا أعينكم وانظروا المثلجات رائعة في الجو الحار المزعج كلها لذيذة طعمها جميل في الصيف المثلجات رائعة في الجو الحار المزعج كلها لذيذة طعمها جميل في الصيف المثلجات كلها جميلة أكل الكثير من المثلجات وحان وقت لنرتاح اغمضوا أعينكم وانظروا المثلجات كلها جميلة المثلجات رائعة في الجو الحار المزعج كلها لذيذة طعمها جميل في الصيف المثلجات رائعة هل استمتعت بالآيس كريم؟ أنا أكلت الكثير أتساءل ما الذي يفعله الطفل؟ دعونا نرى صغيري أشعر بالجوع هل متأكد افتح فمك صغيري أتشعر بالجوع هل متأكد افتح فمك الطفل كان في الغرفة لبعض الوقت دعونا نرى
صغيري صغيري تا تا تا. نظفت غرفتك ني تا تا. هل متأكد تا تا تا. دعني أرى صغيري صغيري تا تا تا. نظفت غرفتك تا تا تا. هل متأكد تا تا تا. دعني أرى. الطفل لم يصدر أي ضوضاء لبعض الوقت. دعونا نرى. صغيري صغيري تا تا تا. أتشعر بالنعاسي متأكد تا تا تا. تصبح على خير صغيري صغيري تا تا تا. أتشعر بالنعاسي تا تا. هل متأكد تا تا تا. تصبح على خير تصبح على خير صغيري تصبحون على خير جميعا. نراكم في المرة القادمة عندما يكون الطفل مستيقظا. صباح الخير يا صغيري، لماذا لم تستيقظ حتى الآن؟ باب، أنا أشعر أن حرارتي مرتفعة. صغيري يبدو أنك مريض مريض، هيا نذهب للطبيب بسرعة بسرعة. الطبيب سوف يفحصك جيدا وسوف تشعر بتحسن. نعم نعم نعم. يبدو أن الصغير أخذ جرعاته جرعاته، هيا نرى لو حرارته مرتفعة مرتفعة. لنسمع قلبه يدق دق دق دق، لنلقي نظرة على بطنك بطنك. هل أنا بخير يا دكتور؟ يبدو أن الطفل عنده برد برد برد، لهذا السبب الطفل يشعر بالإعياء. سأكتب لك أدوية تعيدك إلى السرير، هذا ما سوف نفعله نفعله. الطبيب يعرف ما هو أفضل أفضل، سوف أخذ طفلي لأنه يحتاج لراحة. فقط خذ الأدوية ونام جيدا وستستيقظ صباحا بأفضل حال. أنا أشعر أني بخير يا بوب، هيا بنا نفطر سويا. جميع، هل تريدون الذهاب إلى الشاطئ اليوم؟ ياي! بوب القطار ذهب إلى الشاطئ، إيا إيا يا. وعلى الشاطئ كان يسبح، إيا إيا يا. مع رش هنا ورش هناك، هنا رش هناك رش، في كل مكان رش. بوب القطار ذهب إلى الشاطئ، إيا إيا يا. بوب القطار ذهب إلى الشاطئ، إيا
إيا يو. وعلى الشاطئ وجد صدفة إيا إيا يو. مع صدفة هنا وصدفة هناك، هنا صدفة هناك صدفة في كل مكان. أصداف بالقطار ذهب إلى الشاطئ إيا إيا يو. بالقطار ذهب إلى الشاطئ إيا إيا يو. وعلى الشاطئ أخذ غفوة إيا إيا يو. مع شخير هنا شخير هناك، هنا شخير هناك شخير في كل مكان شخير. بالقطار ذهب إلى الشاطئ إيا إيا يو. لم أدرك أنه المساء، حان الوقت للعودة إلى المنزل. نراكم في المرة القادمة مع بوب القطار.